أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن دور الدبلوماسية البرلمانية يزداد أهمية لإبراز الجهود والإنجازات الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، الأمر الذي يجعل من السلطة التشريعية حريصة على تعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية بما يسهم في فتح المزيد من فرص التعاون على جميع المستويات. جاء ذلك خلال ترأس معالي رئيسة مجلس النواب للاجتماع التنسيقي لوفد الشعبة البرلمانية الذي بحث مستجدات المشاركة في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة العالمية 13 لرئيسات البرلمانات والتي ستنعقد في فيينا خلال شهر أغسطس المقبل. قالت معاليها أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع جميع الدول عبر سياسة خارجية متزنة تهدف إلى تحقيق السلام والعمل المشترك من أجل تقدم العالم وازدهاره. إن مجلس النواب من هذا المنطلق حريص على المشاركة في كل الفعاليات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة من أجل التأكيد على موقف البحرين الراسخ في دعم مسيرة العمل الجماعي الدولي لكل ما فيه خير البشرية. ونوهت إلى أن المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي يعد واحدا من أهم الأحداث البرلمانية، مما يشكل فرصة لتبادل الخبرات التشريعية بين دول العالم وتقديم تجربة مملكة البحرين خاصة خلال جائحة كورونا كنموذج في وضع الآليات والنظم القانونية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار للمجتمع. وأكدت معاليها أن الإدارة الفاعلة في التعامل مع الجائحة من قبل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء والجهود الرفيعة لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد وما اتخذ من إجراءات في مختلف القطاعات تمثل نهجا منفردا مما يجعل من تقدمه فرصة لإبراز المبادرات البحرينية الخلاقة والأخذ بها من قبل الدول الأخرى.